السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع دهبكة. كل يا جماعة، كل يوم بيزداد يقيني ان في ناس مش عارفة حاجات كتيرة رغم بساطتها. يعني انا كنت بعتقد الناس كلها عارفه طريقه مال والولاعات دي. فطبعا جالي واحد مش عارف، طبعا عمره ما شرب سجاير، فبيقول لي يعني بتتمل ازاي دي. فقلت له يا عم هات انا املاها لك انا. وراح جايب لي اللي هم الشويه دول مع بعض، بيقول لي في كيس وعندي غيرهم كتار، كل ما تخلص واحده ارميها. بتعمل بيها ايه؟ بيقول لي بولع بيها البوتاجاز او مراته يعني. فطبعا انا قلت له هات انا املهم لك انا وهقول لك ازاي يتملوا. ووريته طريقه المال، بس قلت له ايه، هصور الاول وبعدين خدهم. المهم يا جماعه، طريقه المال زي ما احنا شايفين بنملاها، بنجيب لها غاز زي ما احنا شايفين اهو، ده غاز من جوه، طبعا وزنه خفيف، تحس ان هي فاضيه. طبعا طريقه المال كده يا جماعه، بنرجها شويه كده اهو كده، بعد كده مريم نحطها هنا كده وندوس كده. بصوا زي ما احنا شايفين كده، دوست ما خرجش حاجه اهو. بس لازم لما تيجي تملاها يا جماعه تخلي الولاعه هي اللي تحت كده، وتعمل دي كده وتحطها. طبعا البلف، في بلف هنا صغير اهو فاتحه يعني بتاعه التوصيل، تسمع بدخول الدخول وما تسمعش بالخروج. طبعا دي نشحنها بيها وهوريكم ازاي. اهو يا جماعه كده، بصوا اهو طلع السائل. طبعا دي بتاعتنا فشغاله ومليانه. طب دي مش شغاله زي ما احنا شايفين، بسم الله اهو. دي بصوا يا جماعه مش شغاله اهي. نشحنها ازاي؟ برضه هنعمل العمله بتاعتنا دي كده اهو، نقلب الغاز ونجيب الفتحه دي. طبعا الفتحه اللي هنا دي او البلف اللي هنا اصغر من دي، فدي بتدخل جوه دي. هنشوف كده يا جماعه اهو كده، بسم الله اهو. نشوف بقى نملا، نشوف بقى كده ولعت ولا لا. انا مليتها شويه كده، بسم الله اهي. بصوا يا جماعه اهي، نملاها له تاني برضو لله اهو كده يا جماعه. نعمل دي كده، نرجها شويه عشان نحرك الغاز وننزله اهو كده. ارجو ان اكون وضحت الفكره. الاول الرجه يا جماعه وقلبها، وتخلي الايه دي تحت مش فوق، فوق مش هتملى. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.